السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درديري تلاتة، ازيك يا درديري تلاتة عامل ايه؟ ازيك يا استاذ، ممكن تطلب لي العنوان دي؟ العنوان دي؟ اقلي. حاضر. ارفع. ايوه يا امي، انا درديري. درديري ابنك، درديري تلاتة. ايوه ياما، وحشاني قوي. انا تعبت ياما، الغربه صعبه صعبه مره. انا تعبت خلاص. فاكره ياما، فاكره لما كنت بتحطيلي طبق المش والفطير وتقولي لي ادفع؟ فاكره ياما لما كنت بتحطيني على حجرك وتقعدي تفليني لحد ما انام؟ ايام جميله جميله. لا ياما، لا، مش هينفع ارجع، مش هينفع ارجع الا لما اكمل مهر النوارة عشان اعرف ابوه اني جدير بيها وان اقدر اعيشها في عيشة احسن من اللي هي عايشاها 100 مرة. ايوه ياما، ولازم اجيب لها رسيفر من ابو كامة اللي بيعرض الماتشات المشفرة. ماشي ياما، الى اللقاء، في ظروف احسن من كده يا امها. مع السلامة. مع السلامة. تعالى دردير، رحت. اقعد يا دردير، رحت. ايه يا دردير، انت متغرب بقالك كتير، واضح بقالك قد ايه؟ شهرين. شهرين؟ ويا نص ساعة على شهرين. شهرين اللي متغربه ومعامل ده كله. انت ساكن فين يعني بلدكوا ايه؟ بعيد قوي. البدرشين. البدرشين اسمها البدرشين؟ ده مفيش 5 دقايق ماشي اساسا من الجيزه هنا تقول لي البدرشين. المهم يعني البدرشين دي بتطرح بفلوس، والفلوس دي انا بوفرها عشان جواز نوارة. على الميكروباص بتوفر ثمن الميكروباص؟ ماشي يا سيدي، وفر يا سيدي عشان نوارة. المهم حسابك كام يا استاذ عادل؟ لا يا سيدي، الحساب المرة دي علي انا، مساهمة مني عشان فرحك على نوارة. ايه؟ ايه؟ بتتكلم بجد؟ ايوه. طب طب طب، انا هكلمها مكالمة تانية عشان ابلغها كلامك ده واقول لها ان انت مش راضي تاخد مني حق المكالمة الاولانية. يا سلام، تقوم مكلفني مكالمة تانية؟ لا خلاص، يلا اتكل على الله. لا لا، ماني هدفع التانية. لا لا، قول ايه؟ ما انا ما خليتكش تدفع الاولانية، تدفع التانية. انت شغلك فين؟ انا شغلي هنا جنبنا في اسوان. يلا يلا، امشي بعيد يلا. يلا يلا، اتكل على الله. يا سلام عليك يا استاذ دولة، طول عمرك معطاء يا حنين. اعمل ايه في قلبي ده يا ابني؟ اعمل ايه في قلبي؟ لازم اساعد الناس. اهلا اهلا استاذ فؤاد العاطفي. ايه كميه المناديل دي؟ مالك؟ من فضلك يا استاذ عادل، ممكن تطلب لي النمره دي بليز؟ مش نمره حنان، لا انا حفظتها خلاص. وانا كمان. قصدك ايه؟ لا مش قصدي حاجه ولا حاجه يعني، قصدي خلاص انا هو اطلب لك النمره. اتفضل حضرتك، استنى اديك التليفون. انا عارف عارف، اتفضل. ادي يا سيدي. العفو. ايوه يا حنان، حنان بليز ما تفريش السكه بليز. انت ليه مش عايزه تكلميني؟ ها ليه؟ عشان عرفت ان انا تخين، صح؟ انت عرفت ان انا تخين. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ ده ذنب ماما، هي اللي كانت تاكلني كانها بتحط الاكل جوايا، بتخبيه من الناس اللي في البيت. يا حنان ارجوكي ارجوكي ارجوكي، استنى، انت راجل بتعمل ايه؟ حنان ايه؟ ايوه ايوه ايوه، هو عادل، هو عادل، ايوه صاحب المحل يا حنان. ايه اديهولك حنان؟ انت فاكراني ايه يا حنان؟ ايه طلعت فاكراك ايه؟ انا عارف فاكراك. خد اسالها، فاكراني ايه؟ انت فاكراه ايه؟ انا عارف. هات بقى يا اخي. ايوه حنان، الو الو، ما تقفليش حنان حنان. معلش يا استاذ فؤاد، معلش. لا لا، خليك اقوى من كده، خليك اقوى من كده، ما يجراش حاجه يعني. حضرتك انت كنت كل الفتره دي ما كنتوش شفتوا بعض؟ لا بس اؤكد لك، اؤكد لك انها كانت قصه حب ملتهبه لغايه ما فرحتها بالحقيقه يعني، وقلت لها ان انا تخين شويه. يا سلام على الصوابع، تخين شويه. لكن انت السبب. انا السبب ليه؟ انا عملت ايه؟ انت السبب. انا عملت ايه؟ سمعت صوتك في التليفون، واضح انها اعجبت بيك.
انا صراحه يعني في كتير بنات بيعجبوا بيا وخصوصا بصوتي لان انا صوتي من نوع الجراف كده هو يعني، بس دي حاجه مش بايدي، وبعدين انا راجل متجوز ومخلف فطبعا يعني عمري ما هبص لوحده يعني. كلكم غشاشين، كل الرجاله غشاشين. كل الرجاله وانت ايه حضرتك؟ انت بتتكلم باسم حنان ليه يعني؟ حاضر يا عادل حاضر، ان ما قفلت لك المحل ده، ان ما شمعته لك بالشمع الاحمر، ما بقاش انا فؤاد العاطف يا عادل. يلا باي باي. باي باي فؤاد. باي باي. مع السلامه. يا عيني. بس هي برضو اللي غلطانه، ده تخين شويه. كده 5,100 و200 و300 و400 و500 جنيه. واو. ده ايراد السنترال المده دي. الحمد لله. احمدك يا رب، احمدك يا رب، ايه انت بقيت عندك فلوسات كتير عشان تصرفها علينا. الحمد لله. الحمد لله ان ربنا فكها عليك وفك نحسك. انا مش مصدقه انك مسكت الشغلانه بتجيب فلوس. بقى انت عادل اخويا، انت عادل اخويا، مش مصدقه. حد يرقصني في ركبتي. اهو القر بتاعك ده يا سناء اللي هيخلي مفيش ولا زبون يدخل عندي، وخصوصا بعد ما الواد اللي اسمه فؤاد الحبيب ده اللي طلع عليا اشاعه ان انا بعلق البنات من العيال الحبيبه. إيه؟ انت بتتكلم ازاي يا عاد؟ هي حصلت كمان تعلق بنات؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، باظت الدنيا خلاص. ده انت كنت فين؟ سمعتيني ازاي؟ سمعتك ازاي؟ بودني عادي، بودني. انا ما كنتش بعلق بنات، ده هي مره واحده بس يعني. مره واحده بس يا بيه؟ امال انت عايز كم مره يعني؟ انا مش عايز صراحه يعني، وانا عمري علقت بنات. انا ما فيش غير اختك لما اتجوزتها، دي اول واحده كنت اعرفها في حياتي يعني، ده انا حتى كنتش اعرف ماما يعني. وبعدين انا اعمل ايه اذا كانوا هم البنات اللي بيحبوني؟ اعمل ايه؟ طبعا يا حبيبي لازم يحبوك ويعجبوا بيك. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك. بس حقيقي بجد والله يعني غصب عني، ودي مره وعدت وخلاص، مش هيحصل يعني يا رانيا. عادل عادل اعترف، لان المسدس في صرصور ودنك ولعلمك لو ما اعترفتش بالذوق في اسمع هتتلدع قلم تقول الحقيقه. والله يا رانيا انا ما عملت حاجه، والله انت مش مصدقاني، مش مصدقه جوزك حبيبك. معقوله يا رانيا بعد العشره دي كلها وبعد العمر ده كله وبعد ياسمين بنتنا جايه بعد ده كله تشك فيا انا؟ معقوله؟ معقوله يا رانيا؟ خلاص خلاص يا عادل، خلاص يا عادل، سعدت عليا قطعت قلبي. خلاص يا بيبي، بص انا هسامحك حاجه بس بشرط يا بيبي، الفلوس اللي انت كسبتها على قلبك قد كده دي قد كده تجيب لي بيها هديه بسيطه جدا، كولي الماس، خاتم الماس، ساعه الماس، تاج الماس. دي بسيطه؟ كل دي بسيطه؟ والماس والماس والماس، ده هي الماسه واحده منهم ده؟ الفلوس دي ما تكفيهاش يا ماما، انتوا اي كلام بتقوليه. رد على التليفون، رد يا حبيبي. ده الباب، وانت خلاص ما بقتش فرق ما بين التليفون والباب. معلش موضوع السنترال ده اصلي خلى دماغي طول الوقت على التليفونات يعني، تليفون الباب. طيب انا هروح جرس الباب مش تليفون الباب، انا هروح ارد على الباب. حاضر. ايوه استاذ دوله، انت عايز ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيتي. عايز ايه؟ الله، مش حضرتك بعت لي اجيب لك فواتير التليفون بتاعت الشهر ده؟ فواتير التليفون، ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان، كام يا سيدي؟ لا احب حضرتك تشوفها بنفسك. مش دي فاتوره البيت؟ يا رب يا رب يا رب يا رب، فاتوره البيت 100 جنيه برافو عليكم والله، برافو عليكم. 100 جنيه فعلا اثبتوا ان انتوا تمشوا على السلك ما تلخبطوش. فين يا سيدي الفاتوره بتاعت المحل؟ ودي بقى فاتوره المطعم. انت بتلخبطهم، ما هي واحده. هتبقى اقل، هتبقى اقل ان شاء الله. هتبقى اقل. فاتوره المحل ب 20,000 جنيه.